نشطت المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية قبل نكبة العام 1948، حيث كان دورها النضالي إلى جانب مختلف قطاعات شعبنا رياديًا ومميزًا في مواجهة الاحتلال وإسناد شعبنا بمختلف المستويات. نكبة شعبنا عام 1948 أسمت المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الذين شردوا من وطنهم، بالإضافة إلى دورها في المحافظة على الهوية الفلسطينية وترسيخها والعمل على توسيع دورها بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة للحالة الفلسطينية، خصوصاً بعد الاحتلال الإسرائيلي لبقية الأراضي الفلسطينية في العام 1967. حصل نقلة نوعية في عمل المؤسسات الأهلية بعد عدوان وحرب 1967. بدت الفكرة من خلال المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي، بدأ التفكير بتأسيس أول جمعية أهلية في قطاع غزة بتشكيل جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة. خلال عدة سنوات في غياب سلطة وطنية في قطاع غزة بعد العدوان، بدأت المؤسسات تعمل كحكومة ظل مع انتشار مؤسساتها، بعد انتشار المؤسسات وتأسيسها، وبدت لها دور وطني في غياب السلطة الوطنية. وفي ظل تداعيات خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي في حزيران عام 1967، دخلت المنظمات الأهلية منعطفا جديدا لتأخذ بعدا آخر، وبخاصة على الصعيد المجتمعي وفي النضال ضد الاحتلال. بعد العام 67 التطور أصبح يعني دراماتيكي في هذا المجال، وانتقل من الأفراد إلى المؤسسات، ومن بعد ذلك إلى المؤسسات المتخصصة. هذا التخصص ساهم في تحقيق تحول نوعي في مسار العمل الأهلي من الطابع الخيري والإغاثي الذي كانت تشرف عليه العائلات الأرستقراطية إلى الطابع التنموي الاجتماعي اللي أصبحت تشرف عليه طاقات شبابية جديدة منخرطة بحركات سياسية. هذه الحركات السياسية بصورة من الصور تؤمن بالخيار الجماهيري وبمبدأ التنمية من أجل الصمود. ساهمت هذه المنظمات إلى حد كبير في مواجهة الاحتلال من خلال جهودها المختلفة على الصعيد الوطني والاجتماعي والثقافي، حيث برز دورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية على مختلف المستويات، وبخاصة خلال الانتفاضة الأولى. فعلا يعني أذكر في بداية الانتفاضة الأولى كانت الانطلاقة من هذه المؤسسات، طلع بيان من المؤسسات اللي بسموها كانت المؤسسات الفلسطينية الوطنية، من نقابة جمعية الهلال الأحمر، من نقابة المحامين، المحاسبين، الأطباء وما تلا ذلك من المؤسسات. وفعلا طلع البيان رقم أول اللي هو من المؤسسات بالمطالب الأساسية لمطالب الجمهور الفلسطيني قبل ما تتبلور القيادة الموحدة. الاحتلال
كان المجتمع استطاع أن يطور أدوات لاستمرار بقائه واستمرار قدرته على تقديم الخدمات بأشكالها المختلفة. وبالتالي بعكس أي حالة أخرى في العالم وهي حالة استثنائية وفريدة، أن المجتمع المدني نشأ في فضاء خارج فضاء الدولة وفي غيابها تماما، وبالتالي هو سابق على إنشاء السلطة. وعندما أنشأت السلطة استمر المجتمع المدني في أن يقدم خبرته وخدماته للمجتمع، وبالتالي هو مجتمع، أقصد المجتمع المدني، مجتمع حاضر بقوة، مؤسس بشكل جيد بالنظر إلى أنه جزء من أدوات الصمود وأدوات المقاومة للفلسطينيين. انتشرت ظاهرة العمل التطوعي ولجان العمل التطوعي التي لعبت الحركة الطلابية والجامعات دورا رئيسيا بها، ثم تخصصت هذه اللجان وخاصة إبان الانتفاضة الكبرى من نهاية 87 إلى 93، حيث أخذت هذه اللجان طابع متخصص على المستوى المهني، فبعض اللجان أصبحت تعمل في العمل الزراعي والأخرى بالعمل الصحي والثالثة بالعمل النسوي والرابعة بالعمل الشبابي والخامسة في مجال حقوق الإنسان والسادسة في مجال أصحاب الاحتياجات الخاصة. توجهت منظمات المجتمع الأهلي إلى الاهتمام بمختلف الجوانب وبخاصة الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع الفلسطيني على صعيد القوانين والتشريعات وبأشكال متعددة، فذهبت إلى المزارعين في الأماكن الحدودية وعملت مع الصيادين تتحسس همومهم ومشاكلهم لتعمل معهم على مواجهة قسوة الواقع الذي فرضه الاحتلال. باستمرار منظمات العمل الأهلي تحاول أن تستهدف هذه المناطق المهمشة، وأيضا استطاعت أن تظهر المناطق المهمشة مثلا في قطاع غزة، فأصبحت العديد من المناطق الغير معروفة أصبحت معروفة للرأي العام بفعل تدخل منظمات العمل الأهلي. منظمات العمل الأهلي كل في مجاله استنفرت طاقاتها باتجاه بلورة سياسات تحمي حقوق الصيادين ومصالحهم وتقدم خدمات لهم، وبالمقابل المزارعين خاصة في المناطق المهمشة. إجحاف إذا قلنا أن كل المؤسسات النسوية وكل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الأهلية هي تتمركز في المدينة، هي جزء منها في المدن وجزء في المناطق المهمشة، ولدينا العديد من المؤسسات الأهلية والنسوية هي منتشرة في مناطق مختلفة في قطاع غزة وتصل إلى الأفراد المهمشين والمناطق المهمشة. هذه المؤسسات بحكم انتشارها، بحكم تنوعها، بحكم أنها تحتوي معظم القوى السياسية والقوى المجتمعية والفكرية، فاستطاعت أن تصل إلى كل قطاعات المجتمع بشكل كامل. إحدى القضايا الرئيسية والأساسية التي تتضمنها استراتيجية المنظمات الأهلية هي قضايا المرأة المختلفة والدفاع عن حقوقها وإنصافها وتمكينها، خاصة وأن المرأة تعرضت مراراً للاضطهاد والتنكيل، وقدمت المؤسسات النسوية نموذجاً يحتذى به. في ظل الاحتلال نحن كمؤسسات نسوية قدمنا الكثير والكثير، أيضا بعد السلطة الوطنية نحن كان لنا دورا مختلفا بالإضافة إلى دورنا النضالي وبعدنا الوطني الذي لازلنا نقوم به حتى هذه اللحظة. التفات المؤسسات النسوية لقضايا النوع الاجتماعي، قضايا العدالة، قضايا المساواة، قضايا تحقيق مناهضة العنف، قضايا مناهضة التمييز ضد المرأة بدأ ينشط ما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية. ما
زالت المنظمات الأهلية تقدم كل أشكال الدعم التنموي والإسناد القانوني لمختلف قطاعات شعبنا، وأقامت العديد من المشاريع التنموية في مختلف المناطق خاصة المناطق الحدودية، والتي ساعدت العديد من المواطنين وساهمت في تغيير أنماط حياة العديد من القطاعات الاجتماعية وعززت من صمودهم لتشكل علامة مضيئة، كما توسعت في برامجها الخدماتية لاسيما في تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية. هاي منطقة اسمها سوق مازن. في سنة 2000 احنا عملنا مشروع للبيوت اللي هنا حوالي 14 منزل في المنطقة هذيك اللي قدامنا اللي واضحة عنا البيوت اللي موجودة. في هذه السنة بنتكلم عن تطوير لهذا المشروع القائم لزيادة عدد المنازل المستفيدة من هذا المشروع، اللي هي مشروع للصرف الصحي لتطوير شبكة الصرف الصحي الموجودة. المشروع هو عبارة عن شبكة للمنازل، شبكة صرف صحي ومحطة معالجة صغيرة احنا هلأ بدنا نروح نشوفها. حالياً احنا قائمين في إنشاء الشبكة في محطة قديمة كانت موجودة، اللي هي المحطة القديمة هي هذه، كان هنا موجود في محطة سابقة. حالياً احنا قيد إنشاء المحطة الجديدة لعملية إنشاء لإعادة تكرير المياه العادمة، هذا بداية الإنشاء لإلها. هذه المؤسسات لعبت دور كثير مهم وكثير إيجابي في فعلا أولا معالجة مشاكل الجمهور، دراستها الاطلاع عليها، ومن ثم الوصول إلى يعني معظم فئات المجتمع الفقير والمحتاجة لهذه المؤسسات. كما عززت من دورها الثقافي والمجتمعي وتحديدا في أوساط الشباب، فشكلت ضمن هذا الدور الريادي دعما للشباب على اختلاف أجناسهم، وهو ما عزز من دورهم الوطني والمجتمعي. عندما نتوجه إلى الشباب، عندما نتوجه إلى المرأة، عندما نتوجه إلى الطفل، نحن نتوجه إلى الغد الفلسطيني. وإذا كانت منظمات المجتمع المدني همها التعامل مع الواقع من أجل بناء المستقبل، بالتالي هذه ليست أجندة طرفية. لذلك جل اهتمام منظمات المجتمع المدني بتقديري كان التركيز على الجيل الشاب، وكانت هناك حالة من الالتحام رائع يعني بين منظمات المجتمع المدني والجيل الشاب. نحن جزء من أي حراك مجتمع مدني كان لأجل دعم الحريات العامة وتغيير القوانين لصالح الإنسان الفلسطيني، سواء صالح المرأة، سواء صالح الأشخاص ذوي إعاقة، أو أي مواطن من مواطني من المواطنين الفلسطينيين. معظم ما يتم من دورات تدريبية وأعمال لرفع الوعي هم الشباب من يقومون بتنفيذها، ومن هم مستهدفون، نتحدث بالألاف من تم تدريبهم وتأهيلهم في ذلك. قضايا الشباب المختلفة تم أخذها من قبل المؤسسات، من بينها موضوع تعديل أو المطالبة بتعديل قانون الانتخابات تصويتا وترشيحا، قضايا متعلقة بتمكين الشباب من مباشرة العمل في فضاء المجتمع العام. هناك كثير من القضايا تم الدفاع عنها. ومن خلال عملها في الجانب القانوني والدفاع عن حقوق الإنسان، قامت المنظمات الأهلية بتوثيق وفضح الانتهاكات اللا إنسانية للاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما أثناء العدوان على قطاع غزة في العام 2008-2009 وعدوان عام 2012 على طريق ملاحقة قادته في كافة أنحاء المعمورة. الاحتلال هدف فيما هدف إليه، من بين ما هدف إليه هو حجب الحقيقة
وإخفاء الجريمة، من هنا كان استهداف الإعلاميين على سبيل المثال، ودورنا كان نقل هذه الحقيقة إلى العالم مباشرة، بمعنى هو صراع معلومات ابتداء، هو يحاول أن يظهر بدور الضحية ولكن واقع الحال موجود. وهنا أقول بأن الشرعية وحدها لا تصنع العدالة، لابد من توظيف هذه الشرعية وتوظيف حقيقة المعاناة وحقيقة غياب العدالة توظيفا صحيحا وفق أدوات العصر ووفق متطلبات العالم، وبالتالي كان هذا جزء أصيل من عمل المؤسسات في هذا الشأن. الانتهاك فادح، وبتقديري أن فهم ومعرفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوظيف حقوق الإنسان هؤلاء مجتمعين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أعطى بعدا رابعا، وبالتالي نحن نتحدث عن البعد الرابع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو ليس بديل، هو مكمل بالضبط كدور المجتمع المدني الفلسطيني كيف يجب أن يكون. نحن نتحدث عن مؤسسات متخصصة، عن محامين محترفين يعوا هذا العمل. أولا جعلوا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أكثر الصراعات توثيقا في العصر الحديث، يكاد يكون لا يوجد مخالف انتهاك جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية مارس هذا الاحتلال، هي غير موثقة قانونا. وهي تتابع هذا الدور الوطني الناصع، فقد كان لها ولا زال الدور المهم في حشد التضامن الدولي مع شعبنا والعمل مع حركة التضامن من أجل فضح الاحتلال ومقاطعته وفرض المقاطعة عليه من خلال كسر الحصار الذي فرض على قطاع غزة. وكان للمنظمات الأهلية فاتحة الفعل في هذا الاتجاه، حيث أول سفينة قدمت إلى قطاع غزة لتساهم في جهود كسر الحصار الجائر. أولاً شبكة المنظمات الأهلية تبنت حملة اسمها الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة. هذه الحملة كانت تستهدف استقطاب أوسع قطاعات ممكنة من منظمات المجتمع المدني في العالم بهدف المساهمة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ويسجل لشبكة المنظمات الأهلية أنها كانت الطليعية في استقدام السفينة الأولى التي جاءت إلى قطاع غزة وكسرت الحصار، بحيث أنها لم تكن متوقع دخولها، ولكن إرادة المتضامنين وارتباك الاحتلال الإسرائيلي وحكومته في ذلك الوقت أدى إلى وصولها إلى ميناء قطاع غزة، ثم تقاطرت العديد من السفن ما بعد ذلك، ما بعد هذه السفينة، إلى أن قرر الاحتلال وقفها بوسائل القرصنة البحرية التي أدت إلى استشهاد 9 متضامنين أتراك على سبيل المثال في سفينة مرمرة. منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني شكلوا حالة غير مسبوقة في العالم العربي، شكلوا حالة ضميرية متقدمة في النضال الوطني والنضال المجتمعي وفي النضال الأممي للقضية الفلسطينية. في هذا السياق التراكمي للفعل الوطني والمجتمعي نستطيع القول أن المنظمات الأهلية استطاعت أن تكون قوة فاعلة عززت بدورها مكانة المؤسسات الوطنية وصلبت عودها وأسهمت في تعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل من أجل وحدة النسيج الوطني الفلسطيني ورفض الانقسام. كل القضايا الوطنية الداخلية تم الالتحام معها بشكل رائع، وبتقديري أن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني كانوا من أهم معالم الصمود. ورغم ما قد يسوق البعض من ملاحظات هنا أو هناك على أداء هذه المؤسسات، فإن الكمال ليس سمة إنسانية، والبشر تخطئ وتصيب، ولكن هذه المؤسسات استطاعت أن تكون رافعة حقيقية للعمل الوطني والإنساني في مواجهة الاحتلال، وأن تسهم بشكل كبير في تقديم خدماتها لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني وللفئات المهمشة بشكل خاص، وأن تعمل من أجل تعزيز مفاهيم المحاسبة والمساءلة والحكم الرشيد وإرساء دولة القانون. من المفترض أن ينظر إلى المؤسسة الأهلية ليست منافس وإنما هي شريك، حتى عندما تكون تنتقد ممارسات حكومة أو إجراءات معينة، أعتقد أن في الانتقاد هو محاولة لتصحيح ذلك وفي هذا تحصين للمجتمع
وحفاظ على السلم الداخلي في المجتمع. هناك بعض المنظمات وخاصة المنضوية في إطار شبكة المنظمات الأهلية تتميز برؤية موحدة على المستوى الوطني وعلى المستوى الديمقراطي والحقوقي، فالشبكة ومنظماتها ترفض التمويل المسيس على سبيل المثال الصادر من وكالة التنمية الأمريكية الـ USAID، لأنه يشترط التوقيع على وثيقة الإرهاب، وهذه الوثيقة ترصد عشرات المنظمات والأفراد الوطنيين الذين ما زال قسم منهم يقبع في سجون الاحتلال على خانة الإرهاب، وهذا رفضناه لأننا يجب أن نكون منتمين لأبناء شعبنا المناضلين وليس للشروط التمويل السياسي الخارجي مهما كانت الظروف. إذا أرادت أن تعمل من أجل الإنسان والقضية الفلسطينية هي ليست فوق النقد وليست فوق المحاسبة، بالعكس يجب أن تكون خاضعة للمحاسبة الصارمة من قبل المجتمع. لكن أنا أريد أن أؤكد أن جل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية هي منظمات رائعة عملت وفق معايير من أجل خدمة الإنسان والقضية الفلسطينية، مارست الشفافية إلى مدى بعيد ضمن ما تستطيع، بمعنى أنها تنشر أعمالها، تنشر تقاريرها سواء بشكل دوري أو بشكل سنوي، هي تمارس الديمقراطية الداخلية في داخل هذه المؤسسات وتمارس الشفافية المالية. المراكز والمنظمات يجب أن تكون مفتوحة للأجهزة الحكومية أيضاً لإجراء المحاسبة والمساءلة والتدقيق، يجب أن يكون هذا العمل كله في إطار من القانون. Thank you.